مباشرة أم هو يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ولهذا كن على ثقة. اليوم أنا في الصباح مولانا ما أدري صارت مناسبة مولانا وجلست وقولوا أمامكم بكيت بكاء شديدا، قلت هذه أعمارنا 50 سنة 60 سنة 70 سنة قضيناها في علمه وكتابه تصفيق صفقونا وقالوا أعلم وقالوا كذا، بيننا وبين الله هذا الاعتبار الذي حصلنا عليه في هذه النشأة. إذا انتقلنا إلى تلك النشأة إن اعتبار وليس لنا اعتبار. يقولون وين كنتوا انتم يوم تبلى السرائر؟ هذا كان باطنكم. ولهذا واقعاً